مرحبا بكم أعزائي الطلبة في الحلقة الأولى من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الرابع الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي المنهج الجديد. درسنا اليوم هو اليونت الأول، الدرس الأول. مثل ما تعودت بالمراحل السابقة، احنا بالبداية نستعرض كتاب الطالب، نتعرف على الأسئلة اللي راح يسألها الأستاذ بداخل الصف كتحضير يومي، كأسئلة شفوية، وإذا صادفنا موضوع قواعدي فالموضوع من الممكن أن يجينا بالامتحان نشرحه ونتعرف على الصيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان، ومن ثم ننتقل لكتاب النشاط نحل التمارين المتعلقة بالدرس. اللي أريده من عندكم أنه دفترك وقلمك وياي، سجل المفردات اللي راح نطلعها، الملاحظات اللي راح نكتبها، الصيغ اللي ممكن تجينا بالامتحان، التمارين اللي نركز عليها ونقول عليها مهمة. وإذا تريد تختصر على نفسك الوقت تقدر تحصل على الملزمة مال أستاذ طه حسين، راح أعيف لك رابط الملزمة أو رابط المكتبات اللي تبيع الملزمة أسفل الفيديو في الوصف. نبدأ بالدرس يونت 1 لسن 1، اليونت الأول، الدرس الأول. عنوان الدرس How do you learn؟ How do you learn معناها كيف تتعلم؟ بداية من عنوان الدرس راح نتوقع أن الدرس يتحدث عن طريقة تعلم، لكن طريقة تعلم شنو؟ طريقة تعلم اللغة بشكل عام واللغة الإنجليزية بشكل خاص. فبالفقرة الأولى هو منطيني مجموعة من الصور، تحت كل صورة منطيني عبارة على سبيل المثال Language School, Self Access Center إلى آخره. مبدئيا قبل كل شيء هذني الكلمات اللي تحت الصور كلمات مهمة جدا للحفظ كمعاني، لأن راح تفيدنا إن شاء الله بالدروس القادمة. فقلمك وياي وسجل المعاني اللي راح نكتبها أو المعاني هاي المفردات اللي تحت الصور. مبدئيا يقول لي Language School. Language School معناها مدرسة لغوية أو مدرسة تعلم لغة. Self Access Center. Self Access Center معناها مركز تعلم ذاتي. أوقف أستاذ، شنو هي هاي مركز التعلم الذاتي؟ بعد دقائق راح نوضح كل فقرة أو كل صورة وكل كلمة شنو اللي يقصد بها بالضبط على مود تتعلم اللغة الإنجليزية. وراها Bilingual Dictionary. Bilingual Dictionary اللي هو قاموس لنا اللغة، أغلبنا نستخدم القواميس للتعرف على الكلمات الجديدة. Exchange Program معناها برنامج للتبادل، برنامج تبادل. Index Cards البطاقات. و Learning Diary. Learning Diary معناها مفكرة تعلم. هسه منطيني 6 صور، شو يطلب من عندي؟ طبعا الاستاذ راح يطلب من الطلاب بداخل الصف الاتي. اولا شو يقولهم؟ يقولهم look at the pictures، انظروا الى الصور، and describe what the people are doing، وقم بوصف ما يفعله هؤلاء الاشخاص. اذا كل شخص بالصوره دا يسوي شغله، انت تحاول تحزر شنو هذه الشغله اللي دا يسووها هؤلاء الاشخاص. على سبيل المثال هذا الشخص حاط الميكروفون ودا يستمع للسي دي. راح نتعرف بعد دقائق انه السيلف اكسس سنتر مركز التعلم الذاتي يمطي اقراص انت من خلالها تقدر تتعلم اللغه الانجليزيه. هاي الاقراص ربما بها صوتيات، ربما بها محادثات، ربما بها فد برنامج معين يعلمك اللغه الانجليزيه. احنا اعيد واكرر عنوان درسنا هاو دو يو ليرن، كيف تتعلم اللغه الانجليزيه. هو منطيني 6 طرق، واحده من هاي الطرق على سبيل المثال هو اللي هو سيلف اكسس سنتر مركز التعلم الذاتي، هو انه انت تروح لمكان معين، هذا المكان بمجموعه من الاقراص، مجموعه من البرامج، مجموعه من التطبيقات، من خلال هذه التطبيقات ومن خلال هذه الاقراص تتعلم اللغه الانجليزيه. ليش هو اسمه مركز تعلم ذاتي؟ لانه ما بي مدرس، انت بذاتك تتعلم اللغه الانجليزيه عن طريق الصوتيات او البرامج اللي موضحيها. اللانجوج سكول مدرسه لغويه، قد بعض الطلاب يقول انا ما اتعلم بهاي الطريقه، انا اتعلم اني اروح مثلا المعهد او المدرسه اتعلم اللغه ومن خلال هذه المدرسه اطور مهارتي باللغه الانجليزيه. وبعد البايلينجوال ديكشنري، بعض طلابي اني يقول انا تعلمت اشوفهم قويين باللغه الانجليزيه، اقوياء باللغه الانجليزيه، اقول له انت شلون طورت نفسك باللغه الانجليزيه؟ يقول لي اي يوز بايلينجوال ديكشنري، استخدم قاموس ثنائي اللغه. اذا عن طريق قاموس ثنائي، قواميس ثنائيه اللغه نحفظ بعض الكلمات، وبالتالي كل ما حفظنا معاني مفردات اكثر قدرنا نطور نفسنا باللغه الانجليزيه. الاكستشينج بروجرام، اكستشينج بروجرام هو برنامج تبادل. مبدئيا شنو الفكره من برنامج التبادل؟ مثلا اني طالب حالي حالكم واتفق ويا مجموعه من اصدقائي وحتى لو صديق واحد، اقول له على سبيل المثال احنا خلينا نفرغ نفسنا كل يومية ساعة واحدة نتحدث فقط باللغة الإنجليزية، أما نلتقي بمكان معين أو نتصل أو ندردش باللغة الإنجليزية
أنت عندك كلمات، أنا عندي كلمات، نحاول قدر المستطاع نستخدم هذه الكلمات للتحدث باللغة الإنجليزية، وإذا صادفتنا فد كلمة أو فد عبارة ما نقدر نعبر عنها باللغة الإنجليزية نقدر نستخدم البايلينجوال ديكشنري، وبهاي الطريقة أنا أقدر أطور مهارتي باللغة الإنجليزية. إذن هو ده ينطيني مجموعة من الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية. هنا شو يقول لي؟ يقول لي what are the people doing، أو ما هي الطرق التي يستخدمها هؤلاء الأشخاص للتعلم. لحد الآن النشاط صفي، غير مهم بالامتحان التحليلي والامتحان الشفوي، فقط ركزوا لي على ذن الكلمات اللي أشرناهن: اللانجوج سكول، مدرسة لغة، سيلف أكسس سنتر، مركز تعلم ذاتي، بايلينجوال ديكشنري، قاموس ثنائي اللغة، اكستشينج بروجرام، برنامج للتبادل أو برنامج التبادل، الاندكس كاردز، البطاقات، واللرنينج دايري، مفكرة التعلم. وراها بالفقرة الثانية شو يقول لي؟ يقول لي أنا منطيك مجموعة من الجمل، look at the some things people said، انظر إلى ما قاله هؤلاء الأشخاص، match them with the pictures on page 6، وطابقها بالصور الموجودة في صورة رقم في صفحة رقم 6. هذه صفحة رقم 6، هذن العبارات وصلهن بالصور المناسبة لها. يعني على سبيل المثال الجملة الأولى: sometimes I write new words on cards and test my friends and my friend test me، بعض الأحيان أنا أكتب على البطائق وأختبر أصدقائي أو أصدقائي يختبروني. توصلوها بيا صورة من الصور اللي منطيني إياها أكيد بالإندكس كاردز، فأكتب أمامها أمام صورة رقم 5 أكتب أي الحرف أي أو الجملة أي مناسبة للصورة رقم 5 وهكذا. احنا اختصارا للوقت راح اطلع لكم اياها بالمنزمة على ما تعرفون كل صورة شنو العبارة المناسبة لها. هسه احنا نجيها على الصور. الصورة الاولى شنو هذه؟ I practice writing every day، احفظوا وياي هذين الجمل، بعض الشيء مهمات راح تفيدنا بالموضوع القادم اللي هو موضوع المضارع البسيط. يقول I practice writing، انا اتدرب على الكتابة every day. اذا هذا الشخص قبل شويه هو قال لي احزر ايش دا يقول ايش دا يسوي او شنو اللي دا يفكر به هؤلاء الاشخاص. المره انطاني الجمله اللي قالها هؤلاء الاشخاص: I practice writing every day، انا اتدرب على الكتابه كل يوم. اذا هذا الشخص يمارس اللغه الانجليزيه او يطور اللغه الانجليزيه مالته عن طريق الكتابه كل يوم. الصوره الثانيه: السيلف اكسس سنتر اللي هو مركز التعلم الذاتي، يقول I go to the self access center and practice saying the new words، انا اذهب الى مركز التعلم الذاتي واتدرب على قول الكلمات الجديده. شوفوا هسه هنا بالفقره الثانيه او بالصوره الثانيه اكو طلاب عن طريق الكتابه يطورون نفسهم، اكو طلاب يطورون نفسهم عن طريق الاستماع، استماع للمحادثات المقاطع الصوتيه على مود يدربون على لفظ الكلمات. الصوره الثالثه يقول I usually look up new words، انا عاده ما انظر او ابحث على الكلمات الجديده in a dictionary في القاموس and write them in a notebook، وأكتبها في دفتر الملاحظات. شوف هنا أنا واحدة من الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية إني أروح على القاموس أتعلم كلمات جديدة، الكلمات اللي ممكن تفيدني أكتبها بدفتر الملاحظات وهكذا وأحفظها كل يومية لحد ما أطور من مهارة اللغة الإنجليزية. الصورة الرابعة I go to the cafe، أنا أذهب إلى المقهى with my friends مع أصدقائي and we speak only English for 2 hours، ونتحدث اللغة الإنجليزية فقط لساعتين. مثل ما قلت لكم اللي هو برنامج التبادل، أنا إذا أريد أطور مهارة اللغة الإنجليزية مالتي أو أريد أطور لغتي الإنجليزية من الممكن أن أتفق ويا جماعتي ويا واحد من أصدقائي أقول له في كل يومية نلتقي لمدة ساعة نحكي فقط باللغة الإنجليزية، ما مسموح لنا نحكي باللغة العربية، وبالتالي هاي الطريقة راح تخليني أتدرب على ممارسة اللغة الإنجليزية وبالتالي أطورها. الصورة اللي بعدها الإندكس كارد، sometimes I write new words، بعض الأحيان إحنا وضحناها، بعض الأحيان نحن نكتب أو أنا أكتب الكلمات الجديدة on cards على البطاقات and test my friends and my friend test me، أختبر أصدقائي أو أصدقائي يختبروني وهكذا. I write what I have learned in my learning diary، أنا أكتب ما تعلمته في مفكرة التعلم after every class بعد كل درس. أغلب الطلاب السحالين اللي يشوفوني مخلي دفترة قلمة وياي على مود يسجل الملاحظات اللي راح أطلعها على مود يطور من اللغة الإنجليزية مالته. هي هاي الطريقة اللي يتبعها هذا الشخص، يقول أنا بعد كل محاضرة أكتب الكلمات الملاحظات المهمة وبالتالي من نرجع للبيت أقراها وبالتالي أنا راح أطور نفسي باللغة الإنجليزية شوية شوية. إذن هو مثل ما وضحنا إنه هذا الدرس أو هاي الفقرة الفقرتين الأوليات يقول لي يعني منطيك مجموعة من طرق تعلم اللغة الإنجليزية.
How do you learn؟ كيف تتعلم اللغة الإنجليزية؟ أنت كطالب شلون تتعلم اللغة الإنجليزية؟ شنو هو الطريقة اللي تتبعها على مدى تطور مهارتك باللغة الإنجليزية؟ فإذا أنت كنت مثلا يعني ما خال بالك على واحدة من ذن الطرق، حاول تتبع ذن واحدة من ذن الطرق على مود شنو؟ على مود تقدر تطور من مهارة اللغة الإنجليزية وبالتالي تطور من لغتك الإنجليزية. وراها شو يقول لي؟ يقول لي are they good ideas؟ هل هذه الأفكار اللي عرضناها اللي هي الأفكار الستة، هل هذه الأفكار جيدة بالنسبة لك تتوقعها؟ What else can you do to learn English؟ ما الطرق الأخرى التي يمكنك أن تستخدمها لكي تتعلم اللغة الإنجليزية؟ بعض الطلاب يقول أنا ما أتبع ولا طريقة من ذلك الطرق الستة اللي أنت وضحت لنا إياها. لعد شلون تتبع أو شنو الطريقة اللي تتبعها بالتعلم اللغة الإنجليزية؟ مثلاً واحد من الطلاب شو يقول لي؟ يقول لي أنا أدخل على الإنترنت وأحضر محاضرات باللغة الإنجليزية وأسجل الملاحظات وبالتالي أطور من لغتي الإنجليزية. بعض الطلاب يقول لا، أنا مجرد إني أشوف أفلام كارتون، أفلام باللغة الإنجليزية، مجرد مشاهدتي لهذه الأفلام هو اللي راح يطور باللغة الإنجليزية. فأنا هم أنا كذلك نشاط صفي، الأستاذ يطلب من الطلاب يقولهم شنو الأفكار الجديدة، شنو الطرق الأخرى اللي ممكن إنه تتبعوها لتعلم اللغة الإنجليزية، فالطلاب يوضحون طرقهم الخاصة بهم. ننتقل إلى أسفل صفحة كتاب الطالب، يقول لي أو منطيني الـ present simple. إحنا ماخذين سابقا الـ present simple اللي هو المضارع البسيط. طلاب الآن ننتقل لموضوع قواعدي جدا جدا مهم اللي هو موضوع الـ present simple المضارع البسيط. إحنا ماخذين سابقا بالأول والثاني والثالث متوسط، والآن راح نعيد شرحها بالرابع إعدادي لكن بملاحظات جديدة، باستخدامات جديدة، بطرق إحنا ما كنا ماخذيها سابقا بالأول والثاني والثالث متوسط. خليكم ويانا بالدقائق القادمة راح يتم شرح موضوع المضارع البسيط. الآن مع موضوع قواعدي جدا 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 مهم اللي هو موضوع الـ present simple المضارع البسيط. مبدئيا أنتم تعرفون سابقا استخدام المضارع البسيط، أنتم مدربين بالثالث متوسط بشكل مفصل شنو هو المضارع البسيط، شنو القاعدة المثبتة المنفية الاستفهامية. الآن راح نراجع مراجعة بسيطة ونتعرف على الشغلات الإضافية اللي ضافوها بمنهج الرابع الإعدادي وشنو اختلافها عن منهجنا، منهج الرابع الإعدادي ومنهج الثالث المتوسط. أولاً يستخدم المضارع أو يستخدم هذا المزمن اللي هو المضارع البسيط للتعبير عن أحداث متكررة وروتينية. نجيه واحدة واحدة. روتينية ومتكررة شنو الفكرة من عندهم؟ يعني مثلاً I go to school every day، أنا أذهب إلى المدرسة كل يوم، هذا حدث روتيني ومتكرر. بما أنه حدث روتيني ومتكرر أستخدم الزمن المضارع البسيط للتعبير عنه. وبعد أو حقائق علمية أو حقائق بشكل عام، شنو الفكرة من الحقائق؟ مثلا أقول The water boils at 100 centigrade، الماء يغلي بمئة درجة مئوية، هذه حقيقة علمية ثابتة. إذا كانت الجملة عبارة عن حقيقة علمية ثابتة نستخدم المضارع البسيط للتعبير عنه. أو قد تكون حقيقة عادية متعلقة بالشخص نفسه، يعني مثلا أنا أتحدث اللغة العربية، أنا أستاذ طه عايش بالعراق، بالتالي الحقيقة أنه أنا أتحدث اللغة العربية فأقول I speak Arabic، علي speaks Arabic، يتحدث علي اللغة العربية. بما أنه هذا شيء حقيقي، هذا الشيء متعلق بشخصيته، هذه هم تعتبر من الحقائق، فبالتالي عبر عنها باستخدام المضارع البسيط. أو كذلك العادات، شنو يعني عادات؟ يعني على سبيل المثال أقول I usually do my homework at night، أنا عادة ما أفعل واجب البيتي في الليل، من عاداتي أن الواجب البيتي أخليه بالليل أسوي، هذه كذلك نستخدم المضارع البسيط بالتعبير عنها. أكو ملاحظة قبل ما نعبر على الدلائل، أنتوا سابقا بالأول والثاني والثالث متوسط اتعودتوا أنه الجملة أكو مجموعة من الدلائل تدل عليها. يعني مثلا أنتم حافظين سابقا أنه إذا لقيت always معناها دائما، often غالبا، usually عادة، sometimes بعض الأحيان، never أبدا، each أو every مثلا every day كل يوم، each week كل أسبوع إلى آخره، بعد seldom نادرا، هذني سابقا أنتم تعرفون أنه إذا لقيتوهن بالجملة أقول الجملة مضارع بسيط. زين، شنو الفرق بين الثالث متوسط والرابع إعدادي؟ طلاب ركزوا وياي بهاي الدقيقة. الفرق أنه بالثالث متوسط كان بنسبة 90% بالامتحان يجيب لك واحدة من ذني الظروف وأنت بس تشوفها تقول هاي الجملة مضارع بسيط، وبالتالي تطبق قاعدة المضارع البسيط. زين، بالرابع إعدادي من الممكن محتمل احتمال كلش كبير أنه ما يجيب لك دلائل، يعني بالجملة
ما يساعدك، ما يجيب لك هاي الدلائل بالجملة. ومع ذلك لازم أنت تعرف إنه هذه الجملة مضارع بسيط. زين استاذان، شلون أعرف إن هاي الجملة مضارع بسيط؟ عندك طريقتين. الطريقة الأولى تشوف هاي الجملة تعبر عن أحداث روتينية أو حقائق أو عادات، أقول الجملة مضارع بسيط. إذا لا هي حقائق ولا عادات ولا أحداث روتينية ومتكررة، ما أقول عنها مضارع بسيط. قد تكون مضارع مستمر، ماضي بسيط، ماضي مستمر، راح ناخذ إن شاء الله بالدروس القادمة الأزمنة الأخرى. إذا كل زمن إلى استخدام، لازم أعرف أن هاي الجملة اللي جاب لي إياها بالامتحان تعبر لي عن حقائق أو عادات أو أحداث روتينية متكررة، أستخدم عنها أو أستخدم وياها المضارع البسيط. هاي إيش وقت؟ هاي إذا ما أنطاني دلائل. إذا أنطاني دلائل خو خيرا على خير، مجرد أن أشوف usually أو always أو sometimes أقول الجملة مضارع بسيط. لكن إذا ما أنطاني الدليل، لازم أعرف سياق الجملة. سياق الجملة من ذن الثلاثة، من الحقائق أو العادات أو الأحداث الروتينية المتكررة، أستخدم المضارع البسيط بالتعبير عنها. زين، الطريقة الثانية شنو؟ الطريقة الثانية أنتم أخذتوها سابقا، إذا كان الفعل يحمل أس أو فعل مجرد خالي من أي أضافة. شلون يعني أستاذ؟ أول شيء خلنا نجي نتعرف على القاعدة المثبتة. تذكرون بالثالث متوسط شنو قاعدة المضارع البسيط؟ نعم أستاذ نتذكر، عبارة عن فاعل زائدا إما فعل يحمل أس أو فعل مجرد خالي من أي إضافة زائدا التكملة. أوقف أستاذ، أنا ناسي، إيش وقت أخلي الفعل بي أس وش وقت أخليه مجرد؟ أنتم أخذين سابقاً إنه الفعل اللي يحمل أس شو وقت أخليه؟ إذا كان الفاعل اللي قبله، هذا الفاعل اللي قبله شنو؟ إذا كان الفاعل هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد. إذا كان الفاعل وحدة من ذني، أخلي للفعل أس. هذا الأس شو نسميه؟ نسميه أس الشخص الثالث. جيد، إذا كان الفاعل مفرد هي أو شي أو إت أو أي اسم مفرد، أخلي للفعل أس. زين أستاذ، شو وقت أخلي للفعل أو شو وقت يكون الفعل مجرد مالتي؟ إذا كان البقية اللي هن الذي الوي اليو والآي أو أي اسم جمع. إذا كان الفاعل وحدة من ذني، يكون الفعل فعل مجرد خالي من أي أضافة. إذا تعرفنا على القاعدة المثبتة، فاعل زائدا إما فعل يحمل أس أو مجرد زائدا تكملة الجملة. الآن إحنا تعرفنا على القاعدة المثبتة. زين، تتذكرون القاعدة المنفية؟ نعم أستاذ نتذكر. إيش تسوون بالنفي؟ بالنفي نجيب does أو do نخليها بعد الفاعل. شوفوا طلاب، فاعل شو نخلي وراء؟ نخلي وراء إما does أو do زائدا. جبت does و do خليتها ورا الفاعل، أردن فيها شو أخليلها؟ أخليلها not، ومن ثم من تجي does الأس يشرد فيرجع الفعل مجرد، فبكل الأحوال راح يكون فعل مجرد خالي من أي إضافة زائدا التكملة. هاي القاعدة شو نسميها؟ القاعدة المنفية. القاعدة الاستفهامية، طبعا هسه واحد من الطلاب يسأل يقول أستاذ شو وقت أخلي does وشو وقت أخلي do؟ نفس الفكرة، هي أو شي أو it أو اسم مفرد نخلي له داز، البقية نخلي له دو، وهكذا. القاعدة الاستفهامية الداز والدو تكون قبل الفاعل. هذه الداز شوفوا الدي صارت كابيتال لبداية الجملة، أو دو زائدا فاعل زائدا فعل مجرد تكملة وعلامة استفهام. شوفوا طلاب، أنا قبل شوية إيش قلت لكم؟ قلت لكم إنه إذا كان الفعل يحمل أس أو فعل مجرد، أقول الجملة بالمضارع البسيط. طيب الآن أنا حددت، قلنا إحنا عندنا طريقتين، إما أشوف فعل الجملة إذا كان فعل يحمل أس أو مجرد أقول مضارع بسيط، وإذا هو أصلاً قال لي صحح لي الفعل وماكو دلائل، لازم أعرف جملة أحداث روتينية متكررة، حقائق، عادات، وبالتالي لازم من خلالها أقول إن الجملة مضارع بسيط وأطبق عليها القواعد أو إحدى القواعد الثلاثة. زين أستاذ، لنفترض أنه أنا قلت أنه هذه الجملة اللي جاب لي إياها بالامتحان مضارع بسيط. أنت أعطيتني ثلاث قواعد، قاعدة مثبتة ومنفية واستفهامية. يا قاعدة أطبق أو شو وقت أطبق القاعدة المثبتة والمنفية والاستفهامية؟ كالعادة مثل الثالث متوسط، إذا لقيت علامة استفهام أو كلمة question، شنو معنى question؟
معناها سؤال، معناها يريدك تطبق القاعدة الاستفهامية. إذا لقيت النيجاتيف، شنو معنى النيجاتيف؟ معناها نفي. أو مرات ينطيني تلميح بسيط يقول لي نوت، معناها يريدك تطبق القاعدة المنفية. والقاعدة المثبتة شو تطبقها؟ إذا ما لقيت لا نيجاتيف ولا نوت ولا كويستشن ولا علامة سؤال، تطبق القاعدة المثبتة. الآن أمثلة للتدريب. أنا ما افتهمت أستاذ، حسيت إنه بعد ما متأكد إنه افتهمت الموضوع. شوفوا طلاب، الآن راح نحل الأمثلة اللي ممكن تجينا بالامتحان، ومن ثم ننتقل لكتاب النشاط، تمارين كتاب النشاط. نانا شو يقول لي؟ يقول لي هي سبيك سبانيش، شو يقول لي بين قوسين؟ كوركت، صح. شوفوا طلاب، باعوا لي على الجملة، لقيت دليل أو ظرف مثل ما كان يسوي لي بالثالث متوسط؟ لا أستاذ، دورت بالجملة ما لقيت ولا لا always، لا usually، لا sometimes، ولا أي دليل يدل على أن الجملة مضارع بسيط. راحت. زين أنا شلون أعرف أن الجملة مضارع بسيط؟ شوفوا لي الفعل أستاذ، الفعل هو قل لي أصلاً صحح لي إياه، فبالتالي ما أعرف زمن الجملة. بعد أكو طريقة ثالثة. شنو هي الطريقة الثالثة؟ إنه أشوف هاي الجملة من الحقائق، من العادات، من الأحداث الروتينية والمتكررة. شوفوا نانا طلاب، هي speak Spanish، شخص يتحدث اللغة الإسبانية، هذه تعتبر من الحقائق. مثل ما أستاذ طه يتحدث اللغة العربية، هذه حقيقة. أكو شخص يجوز جنسيته الإسبانية أو هو متعلم اللغة الإسبانية يتحدث اللغة الإسبانية، إذن هذه حقيقة ثابتة. إذن بما أنه حقيقة، إذن الجملة بالمضارع البسيط. جيد، الآن مضارع بسيط، يا قاعدة من قواعد المضارع البسيط، قاعدة مثبتة منفية استفهامية، ما لقيت لا نيجاتيف لا نوت لا كوستشن لا علامة سؤال، إذن أطبق القاعدة المثبتة. شنو القاعدة المثبتة؟ فاعل. شنو الفاعل؟ هي، زائدا إما فعل يحمل أس أو مجرد. سؤال، الهي تأخذ أس لو مجرد؟ الهي تأخذ أس. إذن هي السبيك، هذا الفعل أنزله، وش أخلي له؟ أخلي له أس الشخص الثالث، ومن ثم التكملة. هي speaks Spanish، هو يتحدث اللغة الإسبانية. أصبحت جملة بزمن المضارع البسيط. مثال آخر، my sister use her computer to do her homework. هم أنا إيش قال لي؟ قال لي correct، صح. أختي تستخدم الحاسوب لكي تفعل واجبها البيتي. ما لقيت شنو؟ ما لقيت ظرف ولا دليل يدل على أن الجملة مضارع بسيط. أشوف سياق الجملة، أختي تستخدم الحاسوب للواجب البيتي. إحنا كل يومين نسوي واجب بيتي، هذا حدث روتيني ومتكرر. بما أنه حدث روتيني ومتكرر، أستخدم المضارع البسيط. شو تقول؟ أول شيء مثبتة منفية استفهامية، ما لقيت لا نيجاتيف لا نوت لا كوستشن لا علامة سؤال، إذا نطبق القاعدة المثبتة. حاولوا تحفظوها، فاعل أس مجرد تكملة. شنو الفاعل؟ ماي سيستر، كلها تعتبر؟ تعتبر فاعل. السيستر مفرد لو جمع؟ استاذ مفرد، الاخت اعوض عنها بالضمير شي، اسم مفرد اعوض عنها بالضمير شي، اذا ايش تاخذ؟ تاخذ اس. اذا هذه اليوز ايش راح اخلي لها؟ اخلي لها اس الشخص الثالث، ومن ثم التكمله، هير كمبيوتر تو دو هير هوم ورك، اختي تستخدم الحاسوب لكي تفعل واجبها البيتي. اي ووك تو سكول. شوفوا طلاب، هالمره ايش قايل لي؟ قايل لي اهري، بس ينطيني دليل اني ارتاح. ليش ارتاح؟ لان انا مطمئن انه هذه الجمله مضارع بسيط. استاذ طه قايل لي انه افري اذا شفتها بالجمله، هذه الافري اذا شفتها بالجمله مباشره، الدلائل تقول لي ان الجمله مضارع بسيط. زين، اذا مضارع بسيط بيا قاعده، هم القاعده المثبته، فش تقول؟ تقول الفاعل. شنو الفاعل؟ اي اوغار. الاي تاخذ اس لو مجرد، هذا الاي ياخذ فعل مجرد، وبالتالي الوات تنزل كما هي. دائما الفعل اللي بين اقواس يكون فعل مجرد، فبالتالي من اني انا اريد انزله مجرد، انزله مثل ما هو بدون تغيير. زائد التكمله، تو سكول افري داي، انا اذهب الى المدرسه كل يوم. لنفترض انه ما منطيني افري، او ما منطيني افري داي كلها. اي وات سكول، شلون اعرف ان الجمله مضارع بسيط؟ هالمره ما عندي دليل. انا اذهب او انا اسير الى المدرسه، هذا حدث روتيني ومتكرر، فبالتالي استخدم عنه او استخدم وياه المضارع البسيط. هادي ليفز هوم ات 7:30. شوفوا طلاب، هالمره ايش لقيت؟ لقيت فعل يحمل اس الشخص الثالث. خلنا نتاكد، فاعل مفرد وفعل يحمل اس الشخص الثالث، فاعل مفرد وفعل يحمل اس الشخص الثالث. اذا هذه الجمله بيا زمان مضارع بسيط، هالمره بيا قاعده، بيقول لي دير بالك اريد هالمره نيجاتيف. شنو يعني النيجاتيف؟ يعني القاعده المنفيه. الان القاعده المنفيه من يتذكرها؟ فاعل
does do ونوت وفعل مجرد. فاعل does do ونوت وفعل مجرد. احفظوها. الفاعل شنو؟ هادي زائدا شخلي له does do. الهادي مفرد، هادي يعتبر هي او اسم مفرد. شخلي له هالمره قاعده منفيه، شنو خلي له؟ does. هادي does ومن ثم not ومن ثم فعل مجرد، هذا بي اس. شو اسوي للاس؟ اوخرها. فالليف الليفز ايش راح تصير؟ راح تصير ليف ومن ثم التكمله هوم ات 7:30. هذه يغادر المنزل، او هو بالبدايه يقول لي هذه يغادر المنزل الساعه 7:30. نفيت كلامه، قلت له هذه لا يغادر المنزل الساعه 7:30. اصبحت جمله بالمضارع البسيط بالقاعده المنفيه. اللي بعدها اي سبيك جابانيز، نفس الفكره، انا اتحدث اللغه اليابانيه. هذه تعتبر حقيقه، فبالتالي بما انه حقيقه مضارع بسيط لكن بها قاعده بالنفي. احنا قلنا ان اللغات لما شخص يتحدث لغه هذا تعتبر فشيء حقيقي ملازم للشخص، فبالتالي استخدم عنها المضارع البسيط. بس بها قاعده المنفيه، الفاعل اي زائدا بالنفي شو نخلي؟ اما داز او دو. الاي تاخذ دو، خلينا نتاكد، الاي تاخذ دو ومن ثم نوت ومن ثم فعل مجرد اللي هو سبيك، اصلا هو مجرد سبيك جابانيز، انا لا اتحدث اللغه اليابانيه. اصبحت المضارع البسيط قاعده المنفيه. هالمره شوفوا جون نوت ورك ان ا بانك، ايش قال لي؟ قال لي كوركت. بعض الطلاب شو يقول لي؟ يقول استاذ انا بمجرد اني اشوف كوركت اطبق القاعده المثبته. شوفوا هاي الجمله ايش لقيت؟ لقيت نوت. نوت دليل على ان الجمله بها قاعده، قاعده المنفيه. حتى وان قال لي كوركت بوجود النوت اطبق القاعده المنفيه. خلينا نتاكد شلون هي مضارع بسيط. بمجرد ان اللي جيت ورك العمل هي من الاشياء الروتينيه، انا كل يوميه اروح للعمل للشغل للوظيفه مالتي، فبالتالي هو حدث روتيني. لكن بالقاعده المنفيه شو تقول؟ فاعل، شنو الفاعل؟ جون زائدا جون ياخذ داز دو، ياخذ داز ومن ثم نوت ومن ثم فعل مجرد اللي هو شنو؟ الورك. جون داز نوت ورك زائدا التكمله ان ا بانك. جون لا يعمل في المصرف، أصبحت جملة بالقاعدة المنفية. اللي بعدها he goes to school every day. أولا and every، ثانيا and أس الشخص الثالث، هذه أس الشخص الثالث. ثالثا حدث روتيني، أنا أذهب للمدرسة كل يوم. إذن كل الملاحظات تقول لي إنه هذه جملة مضارع بسيط، لكن هالمرة بيا قاعدة بالقاعدة الاستفهامية. حاولوا تتذكرون القاعدة الاستفهامية شو تقول؟ إما does أو do. اللي هي تاخذ does لو do، تاخذ does ومن ثم الفاعل اللي هو he ومن ثم فعل مجرد اللي هو go ومن ثم to school every day. واخلي بنهايه الجمله لا تنسون علامه الاستفهام. does he go to school every day؟ هل هو يذهب الى المدرسه كل يوم؟ اصبحت جمله استفهاميه بالمضارع البسيط. هبه and باسم leave home at 8:30. هبه وباسم يغادرون المنزل الساعه 8:30. هم انا ايش قال لي؟ قال لي question، سؤال. اولا الفعل مجرد، بما انه فعل مجرد اذن هذه الجمله مضارع بسيط. ثانيا هم يغادرون المنزل الساعه 8:30، كل يوم يغادرون المنزل ويروحون للمدرسه على سبيل المثال، اذن هذا حدث روتيني. المره يا قاعده الاستفهاميه انتبه لي انا، اول شيء ما اخلي داز او دو. واحد من الطلاب راح يرفع ايده يقول استاذ اخلي داز لان عندي هبه مفرد. انتبه لي، الفاعل مو فقط هبه، هبة and باسم اثنيناتهم فاعل جمع، فبالتالي ايش راح اخلي لهم؟ دو. دو هبة and باسم زائدا فعل مجرد، دو زائدا فاعل، هبة and باسم زائدا فعل مجرد. شنو هو الفعل المجرد؟ ليف. دو هبة and باسم ليف هوم ات 8:30. هل هبة وباسم يغادرون المنزل الساعة 8:30؟ she cook dinner each night. نفس الفكرة، هالمرة لقيت شنو؟ each. بمجرد أن لقيت each هذا دليل مضارع بسيط. يا قاعدة انتبه لي، انتبه لي، قاعدة استفهامية هالمرة منطلي تلميح بسيط بمجرد أن خالي علامة استفهام. يلا نخلي does لو do الفاعل she، أخلي له does. does ومن ثم الفاعل she ومن ثم الفعل مجرد cook زائدا التكملة dinner each night. does she cook dinner each night؟ هل تطبخ العشاء كل يوم؟ أصبحت جملة استفهامية بزمن المضارع البسيط. هذا كل ما يخص الفقرة الأولى من المضارع البسيط. أكو ملاحظة أنتم هم أخذتوها بالثالث متوسط مع موضوع المضارع البسيط،
اللي هي إذا كان الفعل بي. انتبهوا لي طلاب، لأن هنا بها يعني تطور شوية، بها اختلاف عن منهج الثالث متوسط. إذا كان الفعل الرئيسي في جملة المضارع البسيط بي، عندها يتحول إلى أز وآر وآ. خلينا نرجع شوية بالقاعدة العادية مع المضارع البسيط، فاعل فعل أس أو مجرد وتكملة. شلون يعني؟ يعني هذا الفاعل الفعل speak، الفعل use، الفعل walk، ذني أفعال عادية ما بهن مشكلة. لكن إذا شال لي speak وخلالي بي والجملة بالمضارع البسيط، الموضوع راح يختلف والقاعدة كلها راح تختلف. شلون يعني استاذ تختلف؟ البي ما أضيف لأس ولا أنزل فعل مجرد، وإنما يتحول إلى is أو are أو am. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني القاعدة راح تصير فاعل زائدا is أو are أو am زائدا تكملة الجملة. هذه القاعدة المثبتة. المنفية فاعل زائدا is أو are أو am، أخلي لها نوت ومن ثم التكملة. والاستفهامية is أو are أو am زائدا فاعل زائدا تكملة الجملة وعلامة استفهام. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ يعني سعاد بي usually late for school. هالمرة أنا دا أجي أطبق قاعدة المضارع البسيط، بعدين انتبه، شوف انتبه الطلاب شلون راح تعاملوا يا الجملة. أولا قلت usually، هذه جملة أو هذا الدليل مضارع بسيط، جيد. استوقت تريد تطبق القاعدة، تذكر القاعدة الأولى، تقول فاعل فعل يحمل أس مجرد وتكملة. فاعل شنو؟ سعاد زائدا ما فعل يحمل أس أو مجرد. البي استوك تريد تخلي لها أس، تذكرت قلت استاذ طه قال إذا جاب لك بي بالمضارع البسيط القاعدة راح تختلف. شلون راح تختلف؟ فاعل نزلت اللي هو سعاد زائدا إز أو آر أو آم. سعاد تأخذ إز لو آر لو آم. طبعا تعرفوها، تأخذتوها بالابتدائية والمتوسطة، إنه الهي والشي والإت والمفرد يأخذن إز، الذي والوي واليو يأخذن آر، والآي تأخذ آم. سعاد مفرد، أخلي لها إز ومن ثم التكملة. usually late for school. أوقف استاذ، أشو لا خليت أس للفعل لا مجرد، لأن الملاحظة هيك تقول، تقول إذا جاب لك بي بالجملة المضارع البسيط راح تختلف القاعدة، راح يتحول هذا البي إلى أز وآر وآم. يعني بين قوسين ما يصير تقول بيس، هذا الشيء خاطئ حسب القاعدة الأولى، لأن البي ما ينضاف لأس ولا يتحول ولا ينزل مجرد، وإنما يتحول جذريا. اللي بعدها they be always tired، نفس الفكرة. إيش قال لي؟ قال لي always. always دليل مضارع بسيط، يا قاعدة مثبتة. شو تقول؟ فاعل اللي هو they، البي تتحول إلى is أو are أو am، they تأخذ are ومن ثم التكملة. always tired إلى آخر الجملة. الجملة اللي بعدها the self access center، هالمرة notes be، دير بالك. open on Sundays، نفس الفكرة. أولا الجملة بالمضارع البسيط open on Sundays، يفتتح أيام الأحد. إذا حدث روتيني كل أحد يفتتح أو كل أحد لا يفتتح، يعني كل أيام الأسبوع يفتتح وأيام الأحد معزل، هذا حدث روتيني. لكن بيا قاعدة، القاعدة المنفية باستخدام البي، هالمرة قاعدة منفية باستخدام البي. فاعل الزوار وآم نوت وتكملة. شنو الفاعل؟ انتبه لي، the self access center، هذا كلها اشتتبر فاعل. self access center اللي هو مركز التعلم الذاتي اللي اخذناه بداية الدرس، مفرد لو جمع؟ مفرد. فبالتالي ايش اخلي له؟ is ومن ثم اخلي له not، هذه is not ومن ثم التكملة. open الى اخر الجملة on Sundays، مركز التعلم الذاتي لا يفتتح ايام الاحد. اللي بعدها bilingual dictionaries be useful for learning languages. تبي لي ايش خالي؟ خالي علامة استفهام. القاعدة الاستفهامية شو تقول؟ تقول اما is او are او am. شنو الفاعل؟ bilingual dictionaries، مفرد لو جمع؟ جمع. فبالتالي ايش راح اخلي له؟ are. خليت ال are ومن ثم الفاعل. شنو الفاعل؟ bilingual dictionaries. bilingual dictionaries زائدا، هذا خلينا الفاعل زائدا التكملة. useful
زائد التكملة for learning languages. هل القواميس ثنائية اللغة مفيدة لتعلم اللغة الإنجليزية؟ أصبحت جملة بالمضارع البسيط، القاعدة الاستفهامية. الآن ننتقل لهاي، كلها كانت أمثلة تدريبية قبل ما ننتقل لكتاب النشاط، لأن هي أغلب الأسئلة اللي تجيك في الامتحان التحريري تجيك من التمارين اللي موجودة بكتاب النشاط. راح نشوف إنه منطين التمرين متعلق بزمن المضارع البسيط، وأغلب الأساتذة يركزون على هذا التمرين إذا أرادوا يجيبون نقطة أو نقطتين من زمن المضارع البسيط. حاولوا تحفظون القاعدة، توقفون الفيديو تحفظون القاعدة، يلا تجون تطبقون على هذا التمرين. خليكم ويانا الآن مع التمارين المتعلقة بموضوع المضارع البسيط والمتعلقة بهذا الدرس بشكل عام. قبل ما أبدي هذا التمرين اللي هو تمرين بي، سجل عليه تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، لأن الأستاذ راح يجيب لك جملة عن موضوع المضارع البسيط، غالبا ما تكون هذه الجملة من هذا التمرين. شو يقول لي؟ يقول لي put the verb in the brackets in the correct form، ضع الأفعال بين الأقواس بالشكل الصحيح. طلاب شوفوا أغلب الجمل اللي منطيني إياها ما قايل لي إنه هذه الجملة مضارع بسيط، ولا منطيني دليل يدل على أن الجملة بالمضارع البسيط. زين أنا شلون أعرف إن هذه الجملة مضارع بسيط؟ مثل ما قلنا إنه إذا كانت حقائق، إذا كانت أحداث روتينية عادات، معناها أن الجملة بالمضارع البسيط. على سبيل المثال I study English at school، أنا أدرس اللغة الإنجليزية في المدرسة. دراسة اللغة الإنجليزية أولاً من الأشياء الروتينية والمتكررة في المدرسة، إحنا كل يومياً ندرس اللغة الإنجليزية في المدرسة. ثانياً وجود مادة اللغة الإنجليزية في المدرسة في المنهاج هو حقيقة، فبالتالي هذه جملة بالمضارع البسيط. لكن بيا قاعدة باوعت ما لقيت لا نوت ولا علامة استفهام ولا question ولا negative، إذن حطبق القاعدة المثبتة. شو تقول القاعدة المثبتة؟ فاعل اللي هو I، ومن ثم أما فعل يحمل S أو مجرد. الآي يأخذ فعل مجرد، فالستدي تنزل كما هي، هي أصلاً مجردة. I study English at school. الجملة اللي بعدها how often، وجود how often أو وجود often بالجملة معناها إن الجملة مضارع بسيط. How often you go to the self access center؟ انتبه لي هالمرة إيش لقيت؟ لقيت علامة سؤال، إذن مسموح لي أطبق القاعدة الاستفهامية. شو تقول القاعدة الاستفهامية؟ إما does أو do. نخلي does لو do، اللي ياخذ اليو تاخذ does لو do، تاخذ do. اذا نقول do ومن ثم الفاعل اللي هو يو، ومن ثم الفعل مجرد اللي هو go. How often do you go to the self access center؟ كم مره او كم بالعاده تذهب الى مركز التعلم الذاتي. How much that dictionary cost؟ شوف كلفه القاموس هي من الحقائق، اسعار الاشياء من الحقائق. لنفترض أن هذا القلم سعره 1000 دينار، الحقيقة سعر هذا القلم 1000 دينار تعتبر حقيقة، إذن هذا الجملة بالمضارع البسيط. زين بالمضارع البسيط بها قاعدة، شوفوا منطيني علامة استفهام، إذن القاعدة الاستفهامية does أو do. الدكشنري اللي هو الفاعل مفرد لو جمع، أستاذ مفرد، إذن أقول does زائدا الفاعل اللي هو that dictionary، that dictionary زائدا فعل مجرد اللي هو شنو؟ cost. how much that dictionary cost أو does that dictionary cost، كم تكلفة ذلك القاموس. لكن إذا قايل لي dictionaries صارت جمع، أقول do that dictionaries cost، كم تكلفة هذه القواميس بشكل عام. اللي بعدها interpreters have فراغ a difficult job، المترجمين لديهم وظيفة صعبة، هاي تعتبر حقيقة، وظيفة المترجم صعبة، فبالتالي أستخدم المضارع البسيط. بيا قاعدة ما لقيت لا نيجاتيف لا نوت لا كوستن لا علامة السؤال، إذا نطبق القاعدة المثبتة، فاعل اللي هو الانتربترز زادا أما فعل يحمل أس أو فعل مجرد. الفاعل جمع، نخلي الفعل مجرد كما هو. انتربترز هاف A difficult job، المترجمين لديهم وظيفة صعبة. سؤال إضافي إذا تذكرون بالمنهج الثالث متواصل، لنفترض أنه الهاب أرد أضيف لها أس الشخص الثالث، إيش راح أصير؟ واحد من الطلاب يقول لي هابز، أقول له خطأ، ما أخلي لها إياس أو أخلي لها أس، وإنما تتحول شو تصير؟ تصير هاز. أنت بقولها هاي خاف تجيكم بالامتحان. هي نوت سبيك عربك، هو لا يتحدث اللغة العربية. تحدث اللغات قلنا أنه هي من الحقائق، فبالتالي الجملة بالمضارع البسيط. لكن بها قاعدة، قاعدة النفي، شو تقول قاعدة النفي؟ فاعل اللي هو الهي، ومن ثم أما دو أو داز. الهي تأخذ داز لأن مفرد، ومن ثم نوت، ومن ثم الفعل مجرد
ينزل كما هو. He doesn't speak Arabic. هو لا يتحدث اللغة العربية. اللي بعدها be you at home right now. انتبه لي. أولا إيش عندي؟ عندي علامة سؤال. ثانيا إيش عندي؟ عندي be. قلنا إنه إذا كانت الجملة أو إذا صادف الفعل be في جملة المضارع البسيط يتحول إلى is و are و am. بيا قاعدة بالقاعدة الاستفهامية إذا تذكرون is أو are أو am زائدا فاعل زائدا التكملة وعلامة استفهام. شنو عندي؟ عندي be. إيش راح أحولها is لو are لو am؟ بما إنه عندي you، اليو تأخذ are، are ومن ثم الفاعل اللي هو you أصلا منزل لي إياه ومن ثم التكملة. Are you at home now؟ هل أنت في المنزل الآن؟ اللي بعدها I write in my diary if after every class. بمجرد إن لقيت every الجملة بالمضارع البسيط بيا قاعدة ما لقيت لا نيجاتيف لا كوستين لا علامة سؤال لا نوت. إذا نطبق القاعدة المثبتة شو تقول؟ فاعل ومن ثم أما فعل يحمل أس أو مجرد. الفاعل I يأخذ فعل مجرد. I write in my diary after every class. أكتب في مفكرتي بعد كل محاضرة أو بعد كل درس. Where is Dima؟ أين هي ديما؟ She not be in the classroom. إنها ليست في الصف. أنا دخلت بالصف ما لقيت ديما. دا أسأل أقول وين هديمة؟ بما أنه أنا ما لقيتها إذن هذه وجود عدم وجودها حقيقة. إذن مضارع بسيط صادفني بجملة بالفعل شنو؟ بي. البي يتحول إلى إز أو آر أو آن. الشي تأخذ إز لو آر لو آن. الشي تأخذ إز ومن ثم راح أطبق القاعدة المنفية. شي أخلي عليها نوت فاعل زاد إز زاد النوت زاد التكملة. She is not in the classroom. هي ليست في الصف. هذا ما يخص التمرين أو التمرين بي. هذا التمرين مثل ما وضحنا تمرين مهم جدا. يجيب لي أحد هذه الجمل ويطلب من عندي أو يخلي لي بين قوسين correct صحة أو negative إن في الجملة أو question سويها جملة استفهامية. ننتقل إلى تمرين الآخر اللي هو تمرين الحقيبة. غالبا ما يكون تمرين الحقيبة هو تمرين كواجب بيتي. يطلب من الأستاذ من الطلاب إن يحلوه بالبيت كواجب بيتي. نعم شو يقول لي؟ يقول لي use the following questions. استخدم الأسئلة التالية to make notes about your own experience لكي تصنع جمل أو تصنع ملاحظات عن خبرتك الخاصة of learning languages لتعلم اللغة. مثل ما وضحنا بداية الدرس يسأل الطلاب يقولهم أنتوا شنو الطريقة اللي تتبعوها بتعلم اللغة الإنجليزية؟ فكل طالب ينطي ملاحظاته. هالمرة سوالي قال لي لا، قال لي أريدك جاوبنا على هذه الأسئلة اللي متعلقة بهذا الموضوع. على سبيل المثال which languages do you speak؟ ما اللغات التي تتحدثها؟ هنا الأستاذ أما يسألها بطريقة شفوية بداخل الصف أو ينطيك واجب بيتي يقولهم أنتوا حلوه بالبيت عن نفسكم. كل واحد يحل هذه الأسئلة عن نفسه. يعني هذا مو تمرين مهم وإنما مجرد كل طالب يجاوب عن هذه الأسئلة عن نفسه. فهنا يقول لك كم اللغات تتحدث أو ما اللغات التي تتحدثها. فعلى سبيل المثال واحد من الطلاب يقوم يقول I speak أنا أتحدث مثلا Arabic اللغة العربية and English واللغة الإنجليزية. طالب آخر يقول I speak Arabic, English, French. أنا أتحدث اللغة العربية الإنجليزية والفرنسية إلى آخره. Which languages are you learning؟ ما اللغات التي تتعلمها؟ إحنا بالمدرسة شنو اللغات اللي نتعلمها؟ بعض الطلاب يتعلمون فقط الإنجليش فقط اللغة الإنجليزية. بعض الطلاب يتعلمون English and French مدارس المتميزين اللغة الإنجليزية والفرنسية. What do you enjoy about learning English؟ أنا بكيفك أنت. ما الذي تستمتع فيه بتعلم اللغة الإنجليزية؟ أنت شنو اللي تحبه بتعلم اللغة الإنجليزية؟ كل طالب يقول يعبر عن رأيه. مثلاً أكو طالب يقول I enjoy listening, I enjoy speaking, I enjoy practicing English. واحد يقول أنا أحب الاستماع، واحد يقول أنا أحب ممارسة اللغة الإنجليزية، واحد يقول أحب التحدث باللغة الإنجليزية إلى آخره. السؤال اللي بعده What do you find difficult about learning English؟ ما الذي تجده صعب في تعلم اللغة الإنجليزية؟ إننا كل طالب هم من يعبر عن نفسه. مثلاً أنا أقول السبيلينج على سبيل المثال. السبيلينج باللغة الإنجليزية صعب. واحد يقول لا الكونفرزيشن المحادثة. واحد يقول السبيكينج التحدث. واحد يقول اللسنينج الإصغاء إلى آخره. كل طالب يقول يعبر عن الأشياء الصعبة اللي يجدها إنه صعب بتحدث اللغة الإنجليزية. What do you do to help you learn English؟ ما الذي يساعدك على تعلم أو ما الذي تفعله لكي يساعدك على تعلم اللغة الإنجليزية؟ يعني شنو الطريقة اللي تتبعها هاي الطريقة تساعدك بتعلم اللغة الإنجليزية؟ مثلا واحد يقول watching على سبيل المثال watching
films ومشاهدة الأفلام. مشاهدة الأفلام تساعد على تعلم اللغة الإنجليزية، وبالتالي من الممكن أن أستخدمها في تعلم اللغة الإنجليزية. Which ideas from lesson do you think can help you most؟ يقول لك أنا مستعرض لك مجموعة من الأيدياز من الأفكار المتعلقة بتعلم اللغة الإنجليزية، يا هي أو يا فكرة أكثر فكرة تعتقد أنها راح تساعدك بتعلم اللغة الإنجليزية. على سبيل المثال أقول له bilingual dictionaries أو dictionary، القواميس ثنائية اللغة. أنا أشوف أن القواميس ثنائية اللغة تساعدني على تعلم اللغة الإنجليزية. اللي بعدها How will the ideas change your way of learning؟ كيف لهذه الطرق اللي احنا استعرضناها بداية الدرس يمكن أن تساعدك على تغيير طريقتك في اللغة، في تعلم اللغة الإنجليزية؟ يعني أنا أعطيتك مجموعة من الطرق، هاي الطرق شلون راح تغير في طريقة تعلمك للغة الإنجليزية؟ يعني على سبيل المثال أني كنت أتبع طريقة الـ Self Access Center، مركز التعلم الذاتي، ولاحظت أنه مثلا على سبيل المثال أنه هاي الطريقة بطيئة أو ما تساعدتني كلش في تعلم اللغة الإنجليزية. يجوز باقي الطرق خلتني أفكر أني أمارسها أو أقوم بعملها على مود أساعد نفسي على تطوير اللغة الإنجليزية مالتي. فبالتالي how will the ideas change your way of learning؟ كيف تساعدك هذه الطرق على تغيير طريقة تعلمك في اللغة الإنجليزية؟ على سبيل المثال أقول له I will use different ways to learn English. أنا بهاي الطرق خلتني راح تخليني أستخدم طرق مختلفة في تعلم اللغة الإنجليزية. هذا ما يخص تمرين الحقيبة. هذا التمرين مجرد كنشاط صفي أو بعض الأساتذة ينطوك واجب بيتي، غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. أسئلة شفوية ما تجيك بالامتحان التحريري. أما التمرين اللي بعده أو هي فقرة يقول لي نفسيتها وأتابع التمرين اللي قبله. Use the notes to write text about 50 words about your experience. هذين الجمل أو الأجوبة اللي جاوبتها اجمعهن وسوي لي اياهن مقطع نصي عبارة عن 50 كلمة. هذه 50 كلمة وهذا المقطع النصي يعكس تجربتك، يعكس خبرتك في تعلم اللغة الإنجليزية. فعلى سبيل المثال أبدي أنا أقول I speak Arabic and English and I am learning English. أنا أتحدث اللغة العربية والإنجليزية وحالياً دا أتعلم اللغة الإنجليزية. على سبيل المثال spelling is difficult part of English. Spelling هو الجزء الصعب من اللغة الإنجليزية. I try to watch films. أنا أشاهد الأفلام أو أحاول أشاهد الأفلام to develop my English لكي أطور لغة الإنجليزية إلى آخره. لأن الجمل نفسية أسويهن عبارة عن مقطع نصي. هذا المقطع النصي راح يخليني أو راح يعكس تجربتي في تعلم اللغة الإنجليزية. كل طالب يعكس تجربته بتعلم اللغة الإنجليزية. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أنه درس بسيط جدا ومهم جدا. بالبداية استعرض لي مجموعة من الطرق لتعلم اللغة الإنجليزية، وراها طلب من عندي أنه أنا أسوي أو أعطي الطرق مالتي لتعلم اللغة الإنجليزية. تعرفنا على المضارع البسيط، شلون يجينا بالامتحان، التمارين المتعلقة به، الملاحظات المتعلقة به، القاعدة المثبتة، المنفية الاستفهامية، ومن ثم انتقلنا لكتاب النشاط وتعرفنا على التمارين المهمة والتمارين اللي تعتبر كواجب بيتي أو كنشاط صفي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.